نفذ رصيد الصمت المصري، والجيش المصري قرر التكشير عن أنيابه والكشف عن القليل من أسراره. وفين؟ في سيناء. إسرائيل في ذهول، وده مش كلامنا ولا مبالغة للسوشيال ميديا، ده كلام من بق جنرالاتهم ومن قلب صحفهم. المقدم إيدي ديكال، الضابط السابق في الموساد، بيقول السيسي خدعنا بالسلام وفضل من 2014 لغاية النهاردة بينيمنا وبيجهز سينا عسكريا لغاية ما بقت عبارة عن أكبر قاعدة عسكرية متقدمة في العالم أو قلعة ضخمة مفتوحة شديدة التحصين لا يمكن تجاوزها. الجنرال السابق في جيش الاحتلال إسحاق بريك بيقول بعد ما فعلوا السيسي في سيناء لو دخلنا حرب مع المصريين سوف يدفنوننا هناك. عملت إيه يا سيسي في سيناء علشان العدو يبقى مرعوب كده؟ والأهم، عملته إزاي في سرية وصمت رغم كامب ديفيد اللي بتحضر التسليح الثقيل في سيناء؟ كل ده وانت بتحارب الإرهاب اللي كان عاوز يخليها ولاية سيناء ويسلخها من جسد الوطن والأكثر أهمية. هل كنت عارف ان اليوم ده جاي وان الصدام مع الكيان جاي من 10 سنين؟ ازاي حول السيسي سيناء من مرتع للإرهاب لأخطر وأكبر حصن عسكري متقدم في العالم ما بين قواعد عسكرية تحت الأرض ومنصات صواريخ باليستية ودفاع جوي في بطن الجبال وشبكات طرق وقطارات قادرة على نشر مليون جندي في كامل سيناء في دقائق معدودة؟ وما خفي كان أعظم. اللي احنا عاوزينه بنعمله، ولو تطلب الأمر تعديل كامب ديفيد. ده تصريح للرئيس السيسي في واحد من أقوى تصريحاته في لقاء تلفزيوني، وإمتى؟ في 2014 وقت ما كانت مصر بتمر بأضعف مراحلها على الإطلاق. تمر الأيام والسنين ويزيد عدد قوات الجيش المصري في سيناء لمستوى غير مسبوق. آخر التقديرات بتفيد بوجود 40 كتيبة، وفي تقديرات تانية أعلى من كده، لتتحول سيناء من ساحة شبه خالية وثغرة في جسد الوطن لقلعة من قلاع التحشيد العسكري للجيش المصري بأكمله. إزاي كلمة الرئيس السيسي وتصريحه اتحولت لواقع عيانا بيانا؟ ويعني إيه تعديل بروتوكولات كامب ديفيد وزيادة حجم قوات الجيش المصري في سيناء تحديدا؟ الإجابة على التساؤلات دي تخليني أبدأ معاكم بحوار مع ضابط سابق في المخابرات الإسرائيلية، وهو إيلي ديكال، اللي قال إن التهديد الحقيقي على إسرائيل ليس إيران ولا حزب الله ولا حتى الحوثيين، ولكن مصر، وإنه مصر منذ عام 56 وهي بتعمل على تآكل قوة إسرائيل. لكن أخطر اللي قاله الراجل ده هو اللي جاي ده، قال إن مصر خلال السنين اللي فاتت بنت أكثر من 60 نفق عملاق في قلب سيناء، وإن مصر بتستغل حالة السلام وقامت ببناء الأنفاق دي بعرض أكثر من 7 أمتار وبطول 10 أمتار تحت القواعد العسكرية وفي قلب الجبال. والهدف من الأنفاق دي هو تخزين كميات ضخمة من الأسلحة الاستراتيجية بهدف حمايتها من القصف في حال اندلاع الحرب، ومن ناحية تانية لعدم خرق كامب ديفيد اللي بتحدد كمية الأسلحة اللي في سيناء، ومن ناحية تالتة تكون نقاط انطلاق حصينة نحو الاتجاه الشمالي الشرقي. وأضاف إن مصر بتعتبر إن الكيان هو العدو الأكبر ليها، وإن مفيش مكان في سيناء إلا وفي مخازن لكميات ضخمة من السلاح والذخيرة وأيضا الوقود، وإن الأنفاق دي فيها طائرات ومعدات عسكرية ثقيلة ممكن ساعة الحرب تخرج وتضربنا وتدخل تاني وما نقدرش نضربها. فسألوا المذيع، طيب أنت مش شايف إن ده انتهاك لاتفاقية كامب ديفيد؟ فرد بجملة واحدة، لا يوجد سطر واحد من اتفاقية السلام لم يتم انتهاكه. لما بتبحث عن الرجل ده بتكتشف ان عنده مدونة كاملة مخصصة لعرض وضع الجيش المصري فقط وخصوصا في سيناء، وكان كاتب مقالة سابقة بعنوان الهيكل القيادي للقوات المسلحة في سيناء، بيتكلم برضو ازاي مصر اخر عدة سنوات استغلت حالة السلام مع اسرائيل والحرب على الارهاب لبناء منظومة دفاع في سيناء ضخمة بتشمل كل شيء، لدرجة ان مصر انشأت عدد من المطارات الضخمة زي العريش وطابة وتوسيع مطار شرم الشيخ، وقال إنهم مطارات مدنية ولكنها مطارات عسكرية من الباطن مصممة لإطلاق الطائرات الحربية عند اللزوم، وإنه سنة 2015 تحديداً تم إصدار قرار بإنشاء نظام القيادة والسيطرة في سيناء اللي بيضم مئات المباني وألاف الجنود والضباط. وبيقول نصاً وهذا يعني أنه بالفعل في هذا العام تم اتخاذ قرار للحفاظ بشكل دائم على قوات واسعة النطاق في سيناء، وهذه الخطوة هي دفن الملحق العسكري لاتفاقية السلام. أما التقرير الثاني الأخطر، وده نشرته صحيفة جويش بريس، بيقول إن مصر بتقوم ببناء مواقع إطلاق صواريخ باليستية متوسطة وبعيدة المدى في سيناء، وأوضح الموقع العبري أن هذه الصور بتظهر مواقع محفورة في أعماق الجبال وإن عمليات الإنشاء مستمرة، مؤكداً أن مصر بتعمل على تعزيز قدراتها العسكرية بشكل غير مسبوق عبر الأذرع الصاروخية. وقال المحلل العسكري بالموقع العبري ديفيد إزرائيل
نظرا لعدم وجود تهديد محدد معلن لمصر، ليس امامنا خيار سوى تفسير هذه المنصات العسكريه على انها لمواجهه تهديد محدد شرق قناه السويس، وبيقصد الكيان. وقبل ما نروح لتحليل التقريرين، خلينا كمان نستعرض تقرير ثالث خطير جدا مرتبط بيهم بس اقدم شويه. نشرته صحيفة معرفة الإسرائيلية بيقول إن مصر بتمتلك ترسانة صواريخ باليستية فائقة المدى ومدفونة أغلبها تحت الأرض، خصوصا في منطقة شرق القاهرة من طراز إسكود، ونشرت صور فضائية للقاعدة دي، وقالت إنه لو تم عمل دايرة نص قطرها مدى الصواريخ دي فإنها قادرة على الوصول لعمق إسرائيل. المثير إن مجلة إسرائيل ديفنس العسكرية الإسرائيلية سبق ونشرت برضه الأخطر عن الجيش المصري، أكدت إن الجيش المصري بيمتلك قاعدة صواريخ باليستية من طراز إسكود بعيدة المدى قرب قناة السويس. لسه الكلام ما خلص، اللي جاي أخطر. نشر موقع ديكيل إيجيبت الاستخباري مقالا لإيدي ديكال، بس المرة دي عن انتشار القوات. المقال عبر عن قلق إسرائيل من التطورات اللي بتتم في سيناء، خصوصا الطرق والكباري وخطوط السكك الحديدية وأنفاق قناة السويس. ووضح المقال الأثار العسكرية الاستراتيجية على إسرائيل من استئناف حركة خطوط السكك الحديدية في سيناء، لأن المرة دي مش بنودي قواتنا في موجات من الإنزال الجوي والعبور بالكباري العائمة، لا، المرة دي عنوانها شبكة من خطوط السكك الحديدية اللي حولت مدن القناة لنقاط تدفق معتبرة لقواتنا، وكل مدينة هي مواجهة لخط دفاع من الخطوط الدفاعية الثلاثة عن مصر، واللي بتتمثل في خط وادي النيل وخط إقليم قناة السويس وأخيرا خط سيناء. المقال أكد أن البنية التحتية العسكرية والمدنية في سيناء بتمنح مصر سرعة كبيرة في نقل قواتها ومعداتها من غرب إلى شرق القناة، خصوصا مع وجود أنفاق قناة السويس الستة ووجود قرابة 59 وسيلة لنقل القوات من كباري ورؤوس جسور بجانب الأنفاق. وهنا حابب برضو أشير لحاجة مهمة في كتاب هام للعظيم المفكر جمال حمدان اسمه سيناء في الاستراتيجية والسياسة والجغرافيا، ما ينفعش مصري ما يقرهوش. طالب جمال حمدان في كتابه بأن يكون تعمير سيناء قطعة رائدة من التخطيط القومي والإقليمي والعمراني والاستراتيجي، تضع التحدي الحضاري على مستوى التحدي العسكري. ودي المشاريع اللي عملها بالفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي من العام 2015 وافتتاح قناة السويس الجديدة، وللبعض ظن إنه مشروع تجاري فقط ولكنه أيضاً مشروع عسكري في الأساس. إذن سيناء بيحصل فيها الآتي، وخد بالك من التتابع ده: 1- الجيش المصري بيسحق الإرهاب في سيناء. 2- معدات وآليات التنمية الشاملة بتخش جميع أقاليم سيناء. 3- الجيش المصري بيقوم بتشييد بنية تحتية مدنية وعسكرية من طرق وخطوط سكك حديدية ومطارات ومخازن ومحطات طاقة. 4- الحكومة المصرية بتعكف على توطين ملايين المصريين في سيناء خلال الفترة المقبلة. 5- كل ده بيتزامن مع التقارير الإسرائيلية اللي بتفيد بتحويل الجيش المصري سيناء إلى أكبر قاعدة عسكرية متقدمة في العالم، وفي ظل بروتوكولات كامب ديفيد. عشان تكون سيناء زي ما هي قاطرة للتنمية الشاملة المصرية، فهي بالأساس قلعة حصينة للدفاع عن مصر، بدلا من أن كانت أرض مكشوفة وصندوق من الذهب والرمال. عشان كده مهم تفهم أن مناورة الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا لا قيمة لها على الإطلاق، وسيتراجع جيش الاحتلال عنها في أي وقت، لأن حجم القوة المصرية اللي قدامه أصبح لا يقارن بقواته، وده خلاهم في إسرائيل بيعرضوا سياسات نتنياهو وبيطلبوه بالاستقالة، لأن العداء مع مصر أمر مكلف جدا جدا أمنيا واستخباراتيا في إسرائيل، لدرجة أنهم مش هيقدروا على العداء ده وسط تنامي قدرات الجيش المصري في سيناء اللي حفر في بطون الجبال قواعد عسكرية ومخازن للسلاح والذخيرة. دي استعدادات دولة شايفة في إسرائيل العدو اللدود والأول، دي استعدادات دولة مسنودة على رفض شعبها لإسرائيل سياسيا وثقافيا، دي استعدادات دولة مش ناسية أبدا إرث الأربع حروب السابقة ضد إسرائيل. التقارير الإسرائيلية بتعكس رعب إسرائيلي من مصر وتنامي قدراتها صحيح، لكن المفارقة إن في مصر مفيش حد بيتابع التقارير دي على الرغم من أهميتها، وناس كتير مسلمة وعيها لأدوات الحرب النفسية والمعلوماتية للعدو، وشايفين إن مصر لا تشكل تهديد لإسرائيل، وإن مناورة جيش الاحتلال في فيلادلفيا تعني استمرار تواجده في هذا المحور، وده أمر غير صحيح تماما. وهنا بس أنا عايز أوضح نقطة مهمة للمزايدين على مصر وبيتلعبوا بالكلام وبالحقائق: الخط الأحمر المصري الوحيد المعلن هو تهجير الفلسطينيين، هو توطين أهل غزة في سيناء واقتحام الحدود المصرية. هنا مصر أعلنت أنها هتعتبره اعتداء على السيادة المصرية،
أما ما يحدث على الجانب الفلسطيني من معبر رفح رغم اعتراض مصر عليه وتحذيرها منه، أو حتى ما يحدث في محور فيلادلفيا، فلا هو أرض مصرية ولا يخضع للسيادة المصرية. وضعه أنه بعد خروج إسرائيل منه عام 2005 تم عمل ملحق أمني بينظم طريق التأمين ما بين مصر وفلسطين، وتم إرفاق هذا الملحق باتفاقية السلام بين البلدين. وحتى لو تم مخالفة هذا الملحق الأمني فستظل مخالفة، زي ما احنا ساعات بنخالفها لما بنضع جيشنا في أماكن كانت الاتفاقية أساساً بتمنعها، ولو حصل تبقى مخالفة بمخالفة وأزمة سياسية تتحل بالسياسة. أما إصرار مصر على إخلاء المحور فهو لأن مصر بتعتبر الوجود الإسرائيلي مهدد للأمن القومي المصري وليس اعتداء على السيادة المصرية أو الأرض المصرية بأي شكل من الأشكال. إنما محاولة تلبيس الحق بالباطل واستغلال جهل الناس لإظهار الدولة المصرية في صورة الضعيفة أو المغلوبة على أمرها وهو عكس الحقيقة، فده أقل ما يقال عنه إنه خيانة وعمالة وحقارة، لدرجة إن في ضابط كبير متقاعد قالها علنا: لو دخلنا حرب مع مصر فإن الجيش المصري سيقوم بدفننا. نقطة مهمة وأخيرة، وهي إن سيناء قبل 2014 شيء وبعد 2014 شيء تاني، لأنه بعد 2014 ابتدى الجيش المصري يدخل بكل ثقله العسكري في سيناء وعلى دفعات متتالية، وكأنه عبور ثاني هذه المرة ليس فيها اقتحاما لمانع مائي هو الأقوى في العالم، ولكن فيها اقتحام لكافة الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية وحتى الثقافية اللي كانت سائدة في سيناء في هذه الفترة. والنوع ده من الاقتحام هو الأصعب، لأنه زي ما قال العبقري الراحل جمال حمدان عن تعمير سيناء: يجب أن يكون التحدي الحضاري على قدر التحدي العسكري في سيناء. كل حجر وكل بناية وكل طريق وكل مطار ومحطة طاقة في سيناء هي بمثابة بناء ثاني لخط دفاع مصر الأول وقلعتها الحصينة ومنصة الانطلاق المستقبلية نحو الحرب الخامسة. في تلك الحرب لن تكون سيناء مسرحا فيها، وإنما سيكون النقب ووسط فلسطين المحتلة هي المسرح التالي للحرب القادمة، لأن حرب 73 بتحتم على القيادة المصرية أن تكون آخر الحروب على أرض مصر، وإن المواجهة القادمة يجب أن تكون في عقر دار العدو. حفظ الله مصر من كل سوء وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.